حياك الله، اهلا وسهلا. وش اكثر شيء تحبه تاكله في رمضان؟ والله في رمضان احنا كسوريين مثلا نحب الكبه، سمبوسه، ورق العنب، عرفت شلون؟ والسحور يعني صار عندنا عاده كبسه ما شاء الله. طبعا اي صوت زينه يعني اكيد طبعا من 10 قوم 40 يوم صار منهم يا قلبي بعشرتكم 20 سنه واحلى عشره والله يا حبيب قلبي الله يسعدك. طيب نسالك سؤال. تفضل. السؤال يقول وركز معي كويس. أيوة. ارجوك. ايوه انت لك باللغه العربيه ممتاز. نعم. باللغه العربيه الحمد لله ماشي الحال بخلص حالي حلو. التيمم بالماء ولا بالماء؟ التيمم بالتراب وليس بالماء ولا بالماء. والله ما شاء الله والله مصحصح معنا. بيض الله وجهك حبيب قلبي. اختر احد هذه الجوائز. هاي اكرمك الله يا حبيبي. حبيب قلبي والله مبروك. الله يطول لي بعمرك. شرفتنا. خلي لي اياك يا رب. والشرف كبير لي. الله يخلي لي اياكم يا رب. نورتونا بزيارتكم. انا احس انك شاعر او تحفظ بيت من الشعر. نعم. سمعني شيء. اسمعك بيت شعر. طبعا عندي خاطره هيك. ايوه. كتبتها. تكتب خواطر؟ خاطره بسيطه يعني. ايوه. بوصف فيها سمو حبي لسمو ولي العهد. الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره. الله يرفع قدره. وعمر والدي إن شاء الله. يا بعد روح. بقول فيها محمد إني أحبك كي أبقى على صلة بالله بالتاريخ والزمن بالخبز بالزرع بالأطفال إن ضحكوا بنجمة الليل تهديني أساورها بالشعر أسكنه وجرح سورية يسكنني. أبو سلمان أنت البلاد التي تعطي هويتها، من لا يحبك يبقى دون ما وطنه. يا سلام. صح لسانك صح بدنك. حبيب الله قلبي. كلام جميل حبيب قلبي. بارك الله فيك. يطول لي بعمرك. نورتنا. حبيب قلبي على الله يسعدك. شكرا يا بعد روحي. والله مشاركة مميزة. خلينا نشوف غيره.